يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في كتاب اسمه قواعد في توحيد الألوهية بأن قول الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه لا تدل على جواز الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق لأن هذا من شرع من قبلنا، فهل هذا القول صحيح؟ لا، هذا كلام جاهل، ما هو كلام عالم، فلا يؤخذ هذا الكلام، لابد أن هذا عصري، ما هو لابد أنه عصري. نعم.